عيسى فتحي، طموحي حولني من عامل دوكو لصانع سيارات. ده شاب لطيف، هتشوفوا تقرير لطيف. هو جه هنا وانا خرجت له وشفته عامل عربيه لطيفه قوي مكونها من حاجات معينه يعني، وبيقول انه ممكن يقدر يصنع الحاجات دي، وعامل عربيه من العربيات بتاعت زمان الحلوه. تعالوا نشوف التقرير ده وبعدين نطلع فاصل ونعمل شارك ان شاء الله. عيسى فتحي علي عيسى، وشغال بتاع دوكو بقالي 28 سنة. خبرتي خدتها من ان انا كنت شغال في مصنع قبل كده، وبعد ما حصلت دروب في السوق طبعا خفضوا العمالة، كنت انا من ضمن اللي خفضوا العمالة عشان انا ما معيش مؤهل. اشتغلت في الحوادث والكلام ده، لقيت يعني ايه، مش ده طموحي، مش ده يعني اللي انا عاوز اوصل له. فكره العربيه بدات معايا ان انا عاوز اعمل عربيه، عاوز اعمل حاجه يعني تعودني عن التعليم. فكره التصميم استوحيتها من النت. اتفرجت، جبت عربيات، كنت بحب اتفرج على العربيات القديمه والحاجات القديمه، فعجبتني صوره العربيه دي. ويعني بعد ما عجبتني صورة العربية حاولت ان ايه، جات لي بقى الفكرة ان انا ايه اصممها على ايدي. جبت خامات، جبت صاج مصري، صاج عادي من اللي بيصنع في مصر، الخامة المصرية صنعتها جبتها، ورحت اخد من الصاج ده عملت منه الايه، صنعت منه الرفرف ده وصنعت منه الجناب. اول ما جيت اعمل العربية ابتديت بفرد الشاسيه اللي هي من اول العجلة اللي قدام دي لحد ايه لورا، اللي هي الاساس اللي بيبنى عليه العربية. فبدات عملت الشاسيه، خلصت الشاسيه ورحت داخل على الايه، على الجناب بتاع العربيه اللي هي الكالترات والقوايم بتاع النص، ورحت مكمل الظهر. وبعد كده اشتغلت في الرفرف، جبت الرفرف قدام من اول رفرف قدام كده بالعتبه، برفرف ورا جنب يمين، ورجعت نقلت، رحت عامل نفس اللي عملته هنا في الكالتيره وفي القايم الجنب الثاني والتربيتو ده. الدركسيون والكراسي صممتهم، وجبت سفنج وعملتهم، وعملت لهم جلد، ورحت ايه كاسيهم وعملت لهم ايه ميجر. جبت الطاره، العمود بتاع عصايه الفتيس، والعمود بتاع الدريكسيون، وسكاتره ركبتها، ورحت جاي اشتريت موتور. كل ده بفضل من الله، انا اللي عامله على ايديا بدون اي معدات وبدون اي مخارط وبدون اي مكن ولا اي حاجه، كل ده بسنده وشاكوش ومقص ولمبه اللحام. فهي خدت وقت شغل عندي سنه ونص، لكن هي لو انا الموازنه موجوده والفلوس موجوده اقدر اعملها في 3 شهور. هي كلفتني بالظبط 65000 جنيه، لان انا يعني هي 65000 جنيه لان انا بشتري كل حاجه حته حته، فطبعا بشتريها غاليه. لكن لو حبينا نعمل خط انتاج هيبقى اقل من كده بكتير. في ناس كتير ما كانش مصدق ان انا هعمل العربيه دي، وناس صناعيه، وحتى من ضمنهم والدي. نفسي ان حد يشوف الاكتشاف ده ويعمله، يعني يساعدنا ان احنا نعممه، ويبقى تبقى هي دي صناعه العربيه المصريه، بس مش بنفس الشكل. احنا عندي اشكال كتيره في دماغي، وعندي تصميمات كتيره، بس محتاج الايه الامكانيات، ومحتاج الفرصه ان انا ايه ابدع. ادوا للشباب الامكانيات واحنا ان شاء الله هنعمل. وانا بقول للشباب برضو اللي هو عاوز يعمل حاجه يجتهد ويعمل، وبعد كده ان شاء الله ربنا هيكلل تعبه وهيوفقه.